طلاب فنون جميلة دشنوا مبادرة لتجميل الميادين بمحافظة الإسكندرية من خلال إعادة تحويل مخلفات البيئة من الأخشاب والخردة، وعملوا ده لمجسمات إبداعية كلها مستوحاة من الطبيعة. يعني هتلاقي مثلا مجسمات لطائر من جذوع الأشجار، دب من البلاستيك، حصان من البحر، ده من الخردة، حصان أو حصان البحر يعني معمول من الخردة، ومجسمات تانية كتير جدا هنتفرج عليها في سياق هذا التقرير. أعمال فنية إبداعية صممها عدد من طلاب كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من المخلفات البيئية ليحولونها إلى مجسمات متميزة ومبتكرة بهدف تزيين ميادين عروس البحر المتوسط. من الأخشاب المهملة والخردة والبلاستيك والكرتون استطاع طلاب فنون جميلة من الإسكندرية تنفيذ عشرات الأفكار استوحوها من الطبيعة، وتضمنت مجسمات لطائر من جذوع الأشجار ودب من البلاستيك وأيضاً حصان البحر من الخردة، بالإضافة إلى مجسمات أخرى عديدة من الكرتون والمواسير وغيرها من الخامات. فكرة المشروع الذي يشارك فيه 200 طالب تعتمد على تنفيذ مجسمات صديقة للبيئة من خامات متوفرة وتحويلها إلى أعمال جمالية يمكن الاستفادة منها في تجميل وتزيين الميادين، مع تحقيق مبدأ الاستدامة التي يتجه إليها العالم. الحفاظ على البيئة واستخدام الموارد المتاحة هو محور المشروع الذي حول المواد المهملة إلى قطع فنية وجمالية تعبر عن أفكار مختلفة ومبتكرة مع الاستعانة بها في ميادين الإسكندرية.